السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي وهذا كلشي مزيان. اليوم الدراري اميريغلا كما كيقول الصحراوي. المهم اخوتي، قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، ما كرهتكمش يا الدراري تخطو معكم واحد لايك وواحد كومونتير تحفيز لخوكم زهير. واليوم الدراري في هذا الفيديو هذايا راه غنوريكم واحد الطريقه اللي اسطوريه اللي كيستعملوها بزاف ديال الدراري وكيحصلوا على شخصيات اللي متواجدين في لعبات فري فاير بالمجان. والدراري ما كرهتكمش كاع الناس اللي اول مره كتشاهد القناه، اشتركوا معنا وتفعلوا معكم ديك خاصيه زر الجرس. وراه الدراري هادي واحد المده اخوتي ما درنا فيديو على فري فاير وعلى هذا العالم العجيب اخوتي. واليوم اخوتي قررت ندير معكم فيديو، وما كرهتكمش يا الدراري دعموني معكم في هذا الفيديو. راه دابا 6 شهور اخوتي ما درنا فيديو، وكنتمنى الدراري يعجبكم هذا الفيديو. وراه اخوتي يا خواتاتي لزقانت ليا ثاني غنبقاو نديرو مسابقات اسطوريه على هذه القناه. ورا اخوتي لا زيانه الايام يا اسطوره، كما قلت لك راه غنبقاو نديرو مسابقات اسطوريات على هاد القناه اخوتي. وما تنساوش يا الدراري تخليونا الاي دي الخاص ديالكم في الاي دي ديال اللعبه يا اساطير، خليونا في الكومونتير. ورا الدراري لا زيانه الايام راه غنختار من الكومونتيرات وغنصيفط 100 جواره لديك الاشخاص اللي الدراري معنا. ومشحال هادي يا اسطوره كنتي مشحال هادي معنا على معاجي مسخبط نتاع تدخل لي الاي دي وفرتاح معاك واحد لايك وواحد كومونتير تحفيزي كما قلت لك الخوك زهير. ورا الدراري كما قلت لكم اليوم في هذا الفيديو هذا غنوريكم واحد الطريقه اللي زوينه وكيستعملوها بزاف ديال الدراري وكيحصلوا على شخصيات اللي متواجدين في لعبه فري فاير بالمجان. ورا اخوتي كما قلت لكم ما كرهتكمش يا اخوتي دعموني معكم في هذا الفيديو، بارطاج لايك شيروا لنا الفيديو لاكبر عدد من الاصدقاء اللي عندك الدراري بالرجوله بالرجوله اخوتي. راك عندك شي صات ولا شي كذا في الواتساب هادي انساش يا اسطوره بارطاجي معك هذا الفيديو هذا ما تخسر والو يا اسطوره نتاع، وعاد بارطاجي معك هذا الفيديو ثلاثه الناس ولا اربعه الناس بحال ما قديتي يا اسطوره. وكما قلت لك يا صديقي الصدوق والله اسطوريه هذه الكلمه. المهم الدراري كما كتعرفوها كنهرمش ونقول معكم اخوتي هذه، كنتمنى اخوتي تقبلوا علينا الدراري وصافي. المهم وراه اخوتي اخواتاتي راه كما قلت لكم اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه اللي زوينه وكيستعملوها بزاف ديال الدراري اخوتي وكيحصلوا على الشخصيات ديال لعبه فري فاير بالمجان. وراه الدراري غندخلوا نشوفوا الشخصيات اللي قاموا بتنزيل لعبه فري فاير في هذه الايامات الاخرانيه اخوتي. نزلوا شي شخصيات اللي هربانين بزاف 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 الدراري. انا بيدي مشحال هادي اخوتي اخواتاتي ما حليت اللعبه غير في هاد الايامات الاخرانيه يا اخوتي، دخلت جبرت القضيه لعلها كترضى وقلت اخوتي بقاو نديرو معكم فيديو ساعه ساعه في هاد. ولكن الدراري كما قلت لكم ما كرهتكمش انتوما اخوتي الناس اللي يوصلكم هاد الفيديو، بارطاج لايك شيرو. المهم الرجوله ما تخليوش اخوكم زوير يهضر بحال صافي الدراري والله راه يلا اخوتي عاد شوفوا الشخصيات اخوتي. نزلوا بزاف ديال الشخصيات اللي زوينين اخوتي، شخصيات هاربه بزاف بكل الاسف اخوتي. يا اخوتي ديش ديامون جواهر يا اصدقائي ما عنديش الدراري ان شاء الله نحاولوا ندبروا جواهر. وراه الدراري غنبقاو نشريو الشخصيات كامل. المهم الشخصيات هذوما كانوا المهم الشخصيات اخوتي هذوما هذه الشخصيه هذه اخوتي كسابق تحطت شحال هذه. وراه الدراري الشخصيات اللي حطوهم في هذا الاخر راه مقودين الشكالات اخوتي. المهم الدراري اليوم في هذا الفيديو هذا راه نشارك معكم واحد الطريقه اللي اسطوريه واللي كيستعملوها بزاف ديال الدراري، وتقدر يا اسطوره انت تحصل على الشخصيات ديال لعبه فري فاير بالمجان وتحصل على عديد من الاشياء في هذه لعبه فري فاير. المهم اخوتي انا لدي بزاف ديال الشخصيات مملوكين في هذا الحساب، مما الشخصيات شريناهم يا الدراري ايام كامل والله العظيم اخوتي ايام كامل كانت جميله جدا جدا. وحصلنا على بزاف ديال الشخصيات اخوتي مزيان اخوتي. الوك اخوتي باش نقول لكم كانت الايام ديالو زايا اخوتي، انتم كتعرفوا كانت ديك الايام وناري وناري الدراري كيفاش كانت ديك الايام، كانت زايا زايا زوا اخوتي. و الدراري ديك الايام شحال هادي. اما الشخصيه هادي اللي بيني وبينكم اخوتي شخصية كانت هاربة كانت في الايامات اخوتي مقودة شكالات الشخصية هذيك، خصوصا كيضرب بهاد الزرع طفات كيشعل النار وكذا وهادي. المهم كانت القضية ناضية اخوتي. المهم بزاف ديال الشخصيات حصلنا اليوم اخوتي بشحال هادي، وكما كنعرفوا الدراري ايام كامل كانت بينها شي حاجه كنا كنشريوها من الجيب ديالنا شي حاجه كنا كنحصلوا عليها اخوتي بالمزان كما كتعرفوا اخوتي. دابا اخوتي ندخلوا نشوفوا السكين ديال الشخصيات. المهم الشخصيه هادي مقوده شكالات اخوتي وهادي ايام كامل والله والله هاد الشخصيه اخوتي السكين ديالها مقود. عندي مملوكه السكين هذا اخوتي، هاد الشخصيه مملوك تسمى عندي
المهم كاين اللبسه ديالو محطوطه عندي. ورا اخوتي كاين بزاف ديال الشخصيات اخوتي اللي ما عنديش اللبسه ديالهم. المهم شخصيات يوسف واي اخوتي الوك والله العظيم اخوتي الوك ايامه كانت جميله جدا كزهو اخوتي كان زايد الدراري والله الا كانت زايد. المهم اخوتي المهم شخصيات بزاف ديال الشخصيات اللي ما عنديش اللباس ديالهم يا اصدقائي. كريستيانو رونالدو والله يولي عاقون وفي الاخر نزلوا الملعب ما عرفناش شنو غيديروا والله تخط في هذه الايام الاخر يا خوتي جبرتي كشي عندهم نزلت ما عرفتش شنو غيديروا بها خوتي. المهم الدراري اصلا الشخصيه اللي كتهرق التلج كتهرق التلج والله يا اخر ملي كيدير التلج وكيتكمش فيها هيدا كتفرش ديك الشخصيه هذيك اخوتي كتفرش مولا الدراري. المهم اخوتي بزاف ديال الشخصيات اللي مقاودين اللبس ديالهم مقود ماشي كاين شخصيات اللبس ديالهم مقاود اخوتي. وراه كيما قلت لكم الدراري الشخصيه واو واو الدراري الشخصيات الجدد او ثاني راه شنو نقول لكم راه داكشي ناضي كانت ايه كلا كلا الخانز والله العظيم. المهم الدراري هاد الشخصيه هادي الاخرانيه هادي تحطت الدراري كبيني وبينكم كانت تحطات بزاف ديال السيربورات اخوتي بالمسجل. وراه الدراري كاين مع العرب بزاف الدراري حصلوا عليها وديك الايامات هذيك خصني ندير فيديو ولكن ما كحسبنيش يا الدراري فرانسيسي بلي نزلت كارينا شخصيه فري فايم نزلوا شخصيه من المتجر والله العظيم راه شي حاجه اسطوريه. كيما الدراري واحد الميزه زويونه اخوتي حطوا لنا هنايا واحد الميزه دابا مثلا انا كيعجبوني بعض الشخصيات. المهم انتم كتعرفوا الدراري كاين بعض الشخصيات اللي كتسمى هذه هي الميزه اخوتي كتبرك على النجيمه كيعطيو ديك الشخصيات اللي مخطوره الميزه مزيونه اخوتي تسمى ملي كتدخل المتجر اللي بتغير بها الشخصيات زعما ديك الميزه زعما ديك الشخصيات مرتبين هما الاولانيين اللي خطاتهم شي نادي الدراري. المهم زهو اخوتي زهو شي بياسات نزلوا اخوتي في هذا الاخر راه زاهين الدراري. المهم انا نختار الشخصيات اللي كتسمى كنحبهم نجيمة كتسمى منين ندخل نزورهم هما الاولانيين اخوتي. مي الدراري راه زعما ما تحقرونيش ما تقولوش والله الا اخوتي راه لعبنا بزاف وقصرنا. شوف شحال عندي من الجولد اخوتي راه شحال عندي الذهب راه نص مليون ديال الذهب كراتي الفيديو هذا وصلوا الدراري نص مليون طرحوني كراتي الدراري وصلوا نص مليون الدراري عندي واحد العراسيه فالت ايوا اخوتي مالينا انا راضي لكم كاملين اخوتي مالينا الدراري الشخصيات الدراري عندي شي جواهر ولكن شوف الدراري غنوريكم واحد الطريقه اللي بها تقدروا تجيبوا جواهر وتانا الدراري غنجيب معاكم جواهر اخوتي تانا بهذه الطريقه هذه غنجيب جواهر وإلا حصلت الدراري على جواهر اخوتي راه غنشري بهم الشخصيات وراه غنوريكم اخوتي الطريقه اللي بها كيجيبوا الدراري الشخصيات وكذا وراه تانا غنشري شخصيات بحالي بحالكم. المهم انا غنوريكم الفكره اخوتي وغنوريكم الطريقه وانتم اخوتي تبقوا ديك الطريقه وغتحصلوا على جواهري اصدقائي وثم يا اصدقائي انا غنشحن شوي انا بدي غنستعملها ونجربها حيت الدراري شحال ما درنا فيديو ما مقربهاش مزيان ولكن انا الدراري غنقربوها في هذه السيمانه هذه وغنشوفوا اخوتي واش ديك الطريقه غتشتغل معنا ولا لا. وراه الدراري كانت واحد الايامات الاخرانيه كنت خليت واحد الميزه اللي يمكن لك تستعمل الشخصيه غير بقطع الويفي وكدا ورجع داك الشيء كان الدراري باش نقول لكم زايا كانت ديك الطريقه هذيك اخوتي ولكل الاسف ما بقاتش. المهم الدراري اليوم غنوريكم واحد الطريقه اللي زوينه اخوتي جبت لكم الدراري واحد التطبيق اللي بزاف ديال الدراري كيتكلموا عليه وراه بهذه الطريقه هذه اخوتي راه يمكن لكم تحصلوا على جواهر ويمكن لكم تشريوا بتيك جواهر الشخصيات. المهم الطريقه هذه الدراري ساهله غنخلي لكم الدراري الرابط التطبيق في اول تعليق وراه اخوتي غنوريكم كيفاش تحصلوا على النقاط من خلال حتى 6 ديال النقاط اخوتي 6 ديال الكابونات ولا 6 ديال النقيطات ولا 6 ديال العيبات يمكن لك تحميهم 100 جواهر. غنوريك يا اسطوره كيفاش تحصل على النقيطات. المهم كاين هنا بزاف ديال العروض كما كتشوفوا اخوتي عروض مطقه هنا في العالم العجيب في التطبيق اخوتي وراه كل عرض كيعطيك نقيطه 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 نقيطه. المهم داكشي ناضي يا اصدقائي. المهم اخوتي عاد تجربوا هاد العروض انا ما جربتش يا اسطوره بيني وبينك راه ما جربتش يا الدراري وراه الدراري كما قلت لكم راه انا باقي على الاسبرت هادشي قلت نجوزو معاكم اخوتي راه انتم بغيتو تجربوا. المهم كتيليشارجي هاد اللعبه هادي كتحصل على نقطه كتيليشارجي هاد اللعبه هادي كتحصل على نقطه. المهم 6 ديال اللعيبات يا اسطوره كتحصل وهذا الرابط هذا يا اسطوره كتعطيه للاصدقاء ديالك. المهم الدراري انا نعطيكم الرابط ديالي عاد دخلوا عاد تيليشارجي من عند خوكم زوير. المهم باش نحصل انا على نقيطات وانتم يا اصدقائي تحصلوا عاوتاني على نقيطات حيت التطبيق هذا ملي كتعطي الرابط ديالك لشي صاحبك ولا شي صديقك راه كتربح تمكينا معاه نقيطات يا اسطوره. وراه يا اسطوره كما قلنا راه النقيطات كيكونوا بهم تقدر تجيب واحد الكود تلقوا ديال اصدقائي كيمكن لك تحصل به على جواهر
يا اسطوره، يمكننا نشرو بهم شخصيات، يمكننا نديرو بهم بزاف ديال الحويجات اخوتي. المهم الدراري كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، ولا عجبكم الفيديو الدراري ما تنساوش كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي دعمونا معكم بديك اللايك الزوين ديالكم وشي كومونتير تحفيزي. وكما قلت لك يا اسطوره الاساطير ما تنساش تخلي الاي دي ديالك في الكومونتير، حيت يا اسطوره لا قيانه ليا راه نختار من الكومونتيرات اكثر من 10 ديال الاشخاص ونعطيكم ب 100 جوهره الواحد. ورا مزيانه تيليا ما الدراري راه بيني وبينكم راه هادشي اللي جدي لكم اخوتي. المهم اخوتي وكما قلت لكم ما كرهتكمش يا اصدقائي دعمونا معكم في هذا الفيديو، والطريقه هذه اصدقائي اللي شاركت معكم اليوم راه كيستعملوها بزاف ديال الدراري اخوتي اخواتاتي وكيحصلوا على جواهر مجانا يا اصدقائي. المهم اخوتي كنتمنى كما قلت لكم يكون عجبكم هذا الفيديو، والدراري اللي عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعموا معكم خوكم زهير راه في هذا الاخر الدراري لعلك ترضى. ما كرهتكمش ديك الدعم الاسطوري اخوتي دعموني به وطلعوا لي فراسكم ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم.